اهلا مشاهدي الكرام، مشاهدي الفاس بريس، ضمن حلقه جديده من برنامج ضيف وقضيه. الضيف معنا اليوم بصيغه المؤنث، وقبل ان تكون ضيفتنا قياديه حزبيه هي ايضا زميله ونعتز بها في هذا المجال. معنا الزميله حنان رحاب اللي هي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي وايضا هي الكاتبه الوطنيه لمنظمه النساء الاتحاديات. حنان اهلا وسهلا، مرحبا بك. اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه سي منير، واهلا وسهلا بضيوف انفاس. طيب زميله حنان رحاب، نجدد الشكر بك. انت كيف ما قلنا في البدايه على انك الكاتبه الوطنيه لمنظمه النساء الاتحاديات، وقمتم مؤخرا خلال السنتين الاخيرتين بمجموعه من الجولات قادتكم العدد من المناطق في الشمال والجنوب والشرق والغرب بحواضرها وايضا بقراها، تشرحون فيه العدد من الامور المتعلقه بمدونه الاسره والطفل. يعني اعطينا شنو هو الاثر لهذه الجولات الميدانية اللي قمتم بها على هاد على النساء وأيضا عموم الأسر المغربية؟ تفضلي. حنا تنعتبروا لأنه من الواجب ديالنا أننا نقوم بأدوارنا التقطيرية والتكوينية، نعتبروا بأن هذا الواجب بريمورديالي أساسي ومهم. ما يمكن لناش نكونوا إطار نسائي تابع لاتحاد الشرق للقوات الشعبية عنده صفة قانونية ونجلسوا نتفرجوا على النساء المغربيات وأوضاعهن، وما يمكنناش نوصل النساء المغربيات فيما أينما توجد. طبعا ما تنوصلوش الجميع، ولكن اللي قدرنا نوصل لهم وصلنا لهم، درنا ندوات في مواضيع شتى، في مدونة الأسرة، في قانون الجنائي، في الرأي العام الرقمي، في التمكين الاقتصادي الاجتماعي للنساء، في التمكين السياسي، درنا مذكرة حول وضعية النساء الجابرة في الكرة، تنشتغلوا الآن على مذكرة حول صورة المرأة حول النساء والإعلام، غادي يشتغلوا على مذكرة ديال التمكين السياسي بشكل جيد، وحنا خدامين. هادشي واش عنده أثر؟ عنده أثر، لأن الخدمة اللي درنا، العمل اللي درنا مثلا مشينا 86 مدينة غير في إطار مدونة الأسرة. حنا الوحيد، حنا أنا تنعتبر نفسي المنظمة النسائية الأولى في المغرب اللي اشتغلت على مدونة الأسرة عن بقرب كبير. أنتم تابعتم ميرلفت، الحسيمة، هيت يوسف وعلي، تطوان، طنجة، وجدة، العيون، العيون المرسى، ماشي تاع العيون المدينة، العيون جماعة المرسى، مدن صغيرة، بني ملال، القصيبة وغير ذلك، يعني مدن صغيرة بزاف مشينا لها وقصناها، وطبعا المدن الكبرى تهدرت فيها مجموعة ديال الأنشطة. وكان الهدف ديالنا من هذه الأنشطة وهذه الندوات ماشي هو أننا نروجوا الفكر ديال الأفكار ديالنا أو نروجوا فقط رؤيتنا لإصلاح مدونة الأسرة، هو الإنصات، الاستماع، تنجيبوا المواقف ديالنا وتندعموها باش بالواقع الأسري المغربي، أشنو تيقولوا لنا النساء المغربيات في هذه المناطق كاملة، في شي محمدية، في دار السلطان، في مدينة، في كاع، في الصفر وفي غير ذلك، كيفاش يشوفوا واقعهم الأسري؟ كيفاش عندهم مشاكل مع الطلاق، عندهم مشاكل مع النفقة، عندهم مشاكل في مع إثبات البنوة، عندهم مشاكل في الزواج القاصرات، عندهم مشاكل في الوصية، عندهم مشاكل في التعصيب وغير ذلك، وبالتالي تنعتبروا أن المقاربة اللي نبنيوها حنا كنساء اتحاديات هي من مقاربة الإنصات الميداني والقريب من النساء المغربيات ومن الأسرة المغربية، حيت اللقاء ديالنا ما حضروش في المغرب نسهروا في النساء والرجالة، وفي ميدلت مثلا أيضا تاهي مشينا لها زاكورة وغير ذلك، وبالتالي استنبطنا من هذيك اللقاءات كلها مجموعة من التوصيات واحد المجموعة من المواد اللي خصنا نعدلوها، وقدمنا مذكرتنا هي واحد المذكرة تنعتبروها متوازنة، ليست أبعد من الواقع الأسري المغربي، وهي أقرب إليه، وليست متطرفة في المقترحات ديالها، ولا مبعدة للجوانب الثقافية والعادات اللي كاينة في المجتمع. واش تجعل بعض كيقول أنه مذكرة ديال الاتحاد الشرقي وكأنها أصولية محافظة؟ لا، مذكرتنا ماشي أصولية وماشي محافظة نهائي. ماشي أصولية وماشي محافظة، عندنا مواقف ثابتة، المواقف ديالنا الثابتة ما تغيرها بعام مناش من حقوق الإنسان، من المنظومة الكونية في حقوق الإنسان، هذه مواقف ثابتة، ولكن لنقطير هذه المنظومة ونقربها من الواقع الأسري المغربي، جعلنا على أن
كل الشهادات التي استقيناها في المشي المغرب هي تبريرنا، هي المبرر وهي الارضيه اللي اعتمدناها باش يمكن لنا نوصلوا للتطابق ما بين ما نريده من اصلاحات وتعديلات وما بين المنظومه القانونيه الوطنيه. واش يمكن تجرد المغاربه من 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 من, من ديبهم؟ ميمكنش. واش يمكن لك تجرد المغاربه من من من, من ثقافتهم؟ واش يمكن لك تجرد المغاربه من مجموعه من الاعراف اللي كاينه في المناطق الامازيغيه؟ ما يمكنش. الفهم هو بسيط، هو انك خصك تشرح للمغاربه والمغربيات ما نريده من اصلاح المدونه الاسره بلغتهم، باحاسيسهم، باعرافهم، بتقاليدهم، بقربهم من كل هذا التمازج الثقافي الديني الاعراف الارض الامازيغيه والاوروبيه وغير ذلك. واعتبر على انه كل من حاول ان يناقش مدونه الاسره بعيدا عن هذه التوليفه هو كان يجانب حاجه المجتمع المغربي، وكان بعيدا عن حاجه المجتمع المغربي بشكل كبير، لا بالاطراف التي تقول على ان هناك مرجعيه واحده هي المرجعيه الدينيه، ولا من الاطراف التي كانت تعتبر ان المرجعيه الكونيه هي مرجعيه مقدسه ولا يمكن تنزيلها وتبسيطها لتلائم الواقع الاسري المغربي. هادو هما النساء الاتحاديات. ما وللاسف بزاف الناس ما 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 قدروش يستوعبوا هالطريقه باش شرحنا بها احنا الاصلاحات والتعديلات اللي بغينا احنا في مدونه الاسره، وما قدروش على انهم يفهموا طريقتنا في القرب من النساء الاسر المغربيه والنساء المغربيات والاسره المغربيه بشكل عام، وتلقوا بعض الكليشيات غير صحيحه. النساء الاتحاديات مؤمنات بالمرجعيه الكونيه، مؤمنات بالمرجعيه القانونيه الوطنيه اللي هي الدستور الوطني، الدستور المغربي والقوانين الاخرى، مؤمنات اكثر من ذلك على انه ما يمكن ما يجب اصلاحه ويجندب عدا فيه كبير هو ما سيؤثر في الواقع الاسري المغربي. ما يمكنليش انا نشوف امراه مازال واقفه تتقول الابن ديالها دق على باك يعطيني فلوس النفقه، او الطفل تيصيفط لباه ميساج يقول له با خل المدرسه جراو عليا لانك ما عطيتيش النفقه. وما يمكنليش انا نبقى واقفه وواحد الام بغات تصيب لاكارت البطاقه الوطنيه لولد ديالها تتقلب على الاب فين كاين ولا ما فين. وما يمكنليش عاوتاني نبقى انا ساكته على جواز تزويج الطفلات، وما يمكنليش نبقى ساكته على بعض المآسي اللي تعيشوها اسر في الحالات ديال ما تيكونوش عندهم غير تكون عندهم غير البنات وما تيكونش كذا. وبقى ايضا في عيشه في مآسي ديال المغاربه ومغربيات جاء تولدوا خلقهم مولانا في هذه الارض ما في وضع في اطار علاقات معينه ما عندهمش سميه ديال الاب. ما يمكنليش انا نبقى نتفرج وغادي نبقى نتسنى حتى المغاربه يفهموا لي شنو هي المرجعيه الكونيه وشنو هو وحدين اخرين يفهموا لي بانه الدين يقول هذا ولا يقول هذا. لا ما يمكنش. انا عندي مغربي ومغربيه غدا غيولي طبيب غيولي مهندس ولا غيولي فرملي ولا غيولي فلاح ولا نجار ولا كذا، خصو سميه الاب، خصو يعرف باه شكون هو. ما يمكنش نكبروا انا كل عقد تربويه وعقد سلوكيه وعقد صحيه وغير ذلك. وهنا هذا التنافر اعتبره انهم لا يخدموا المجتمع المغربي ولا يخدموا الوسطيه والاعتدال اللي احنا معروفين بها كمغاربه في تسيير الامور ديالنا الجامعه. هذه مدونه الاسره، هذه راه داخله في السياسه العامه، ما داخلاش في شي شكون غينتصر على شي. واش غينتصر الحداثي على 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 المتدين بين قوسين؟ حتى الحداثي راه ممكن يكون متدين، وحتى المتدين ممكن يكون حداثي. غير الناس دارت بعضياتها واحد الكليشيات وخدامه تحاول دير التفريقه بهذا الامر. هذا الارض ما فيهاش الطائفيه وما فيهاش الطائفيه الدينيه وغير ذلك، اللي بعض يحاول ان يجعل يدير لنا طائفيه ايديولوجيه مفتعله غير صحيحه ولا علاقه لها بالارض المغربيه. خليك في هذا الاستقطاب الايديولوجي، غادي نمشي واحد المحور اخر اللي هو الانتخابات فرنسا. البعض كيقول على انه كان عندها واحد الامل على الاقل نتكلموا في المغرب، كان عندها امل على انه هناك واحد امل يساري في المغرب انه ممكن يطلع على ضوء انتخابات في فرنسا. في نظرك واش هادشي صحيح ما صحيحش، ولا فقط هذا تحميل الانتخابات ما لا يمكن؟ انا اعتقد على انه اعتقد زعما بكل وضوح على انه من يحاول ان يسقط نتائج الانتخابات الفرنسية أو الإسبانية أو البريطانية أو فيما كانت هذه الانتخابات الأمريكية مثلا على الوضع الحزبي في المغرب مخطئ. علاش؟
لان بنيتين مختلفتان، لان افاق ديال الترافع مختلفه، منهجيه الترافع لحصد المقاعد وتصحيح وتتويج الانتخابي مختلفه جدا، بنيه مجتمعيه مختلفه عن بنيتين مجتمعيه. طيب فرنسا، النموذج ديال فرنسا توحدت القوى التي تسمي نفسها يسيران ضد قوى اخرى توصف باليمين المتطرف، بناء على ماذا؟ بناء على انه هؤلاء ضد قيم الجمهوريه ويقصدون اليمين المتطرف، واليمين المتطرف يقول على ان الفئه الاخرى اليساريين وكذا يريدون ان يجعلوا من فرنسا ملجا للمهاجرين وغير ذلك، وفرنسا تفقد هويتها وكل شيء، بمعنى ان هادو يخافون على فرنسا وهادو يخافون على فرنسا. والمنطق الجمله الكلمه المشتركه بين الاثنين ماذا؟ هي التخويف. هذه الانتخابات بنيت على التخويف، هادو هؤلاء يخوفون من هؤلاء. انا اعتبر على انه هاد الكلمه ليست في خدمه المجتمع الفرنسي، ولا جات في خدمه القيم اليسار اصلا، لان القيم اليسار مبنيه على قيم التسامح والتعدديه واحترام الاختلاف وغير ذلك، وهادو بجوجهم جعلوا من الهجره ومن اللجوء هما الاليات ديال حصد الاصوات. طيب في المغرب إذا أردنا نتحدث عن اليسار، أين سنجد قيم اليسار في المقترحات الاجتماعية التي تواكب ما نعيشه اليوم في المغرب؟ أين نجد قيم اليسار في المقترحات الاقتصادية؟ أين نجد قيم اليسار في المقترحات الحقوقية وفي المقترحات الثقافية وحتى في أمر بسيط يرتبط بقضايا البيئة؟ ولنتحدث بصراحة، الصراحة تقول على أنه اليسار عنده واحد المجموعة ديال القيم المتشبعة بالآلية المساواة، المدافعة على تكافؤ الفرص ما بين المواطنين والمواطنات. وهذه العدالة شي معفاش تتحقق بأنني تندير مقترحات قوانين ولا مشاريع قوانين في الاقتصاد ولا في الجانب الاجتماعي ولا في الجانب الثقافي ولا في الجانب البيئي تحترم الإنسان المغربي وتحقق له ماذا؟ الرفاه. ما معنى هذا الرفاه؟ الرفاه هو الانسان تعيش بكرامه وبرفاه، لان الكرامه شنو هي؟ هو اني تنقدر ناكل وتنقدر نخلص الكرا والماء والضو وتنقدر نعيش مقاد محترم في واحد السكن محترم، ولكن تنطلع لي واحد شويه شنو هو الرفاه؟ هو انني تنعيش مرتاح اكثر. ملي تنقدر ندير انشطه موازيه بيئيه، رياضيه، موسيقيه، مسرح، ثقافه وكل شيء، في الحال انه الى حدود الان مازال المغربي لا يستطيع ان يعيش برفاه. يمكن يقدر يعيش بكرامه يضمن واحد طرفة الخبز، اسمحوا لي على التعبير، واحد الاجره شهريه باش تعيش بها، ولكن الرفاه ما كاينش. الرفاه لمن متوفر اليوم؟ متوفر لواحد الطبقه معينه في بلادنا اللي هي غنيه، اللي مسموح لها طبعا تتخلص من فلوسها، وهذا نقاش اخر، انها تقدر دير واحد المجموعه ديال الانشطه الموازيه لحياتها، بالاضافه انها تعيش جيدا في الاكل، في الدراسه، تتخطط لاولادها كيفاش يقراو، فين يوصلوا، كيفاش يمشيو، كذا وكذا وكذا، تتعيش واحد الرفاه معين، الانشطه الموازيه، السينما، المسرح، الرياضه، الموسيقى، يمكن يتعلم واحد حتى غير لو بليزير ديالو هو يسوق طياره، يسوق باطو وغير ذلك. التيرانات موجودين، ما حنا وليدات المغاربه راك تتعرف، ها هما في العطله للجميع. لا، اللي بغيت تقولي بان هاد القيم اليساريه ما كايناش في البرامج. لا، ما كايناش. واخا شوف، حيت عندما تقترح الحكومه الحاليه انني تندير مثلا الحكومه الحاليه هي تنفيذ مشروع الحمايه الاجتماعيه اللي هو مشروع ملكي، تتقول لي انا غادي ندير الدعم الاجتماعي للمغاربه، غادي نعطيهم 500 درهم في كل شهر، مزيان. تجي وزيره الماليه تتقول لك المغاربه ما بقاوش باغيين يخدموا حتى لقاش ياخذوا 500 درهم، هذه بوحدها كان خصها جواب مؤسساتي كبير، كان خصها جواب مؤسساتي، وكان خصها سؤال اسئله شفويه، وكان خصها نعيطوا الوزيره للجنه ونسالوها على هذا الامر، كيفاش لماذا هذا التصريح، وكان يجب ان تكون حوارات وكذا في هذا التصريح، لان الوزيره يبدو انها لا تعيش في المغرب، هذه الاولى. طيب انت تعطيها 500 درهم اليوم لجزء من المغاربه، ماشي كلهم، جزء منهم تياخذهم، هذا الجزء الذي ياخذ هذا 500 درهم واش محتاج ل 500 درهم ولا محتاج يخدم؟ لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف اصطادها، من الامثله المأثورة اللي تربينا عليها. واش 500 درهم واش دير تنخلص بها الانترنت ولا تنخلص بها الظلمه ولا تنشري بها البوطا ولا تنشري بها الخبز؟ كتورطوا اكثر. لا، ما تتورطوش اكثر، حيت الاصل هو انك ما تعطينيش 500 درهم، الاصل هو انك تخليني نخدم
توفر لي عمل لائق وهف داخل ذاك العالم تحترم آدميتي كإنسان مغربي في إطار احترام القوانين المنظمة. هذا 500 واش كافي هو أصلا؟ أنا ما تيعنينيش واش 500 كافي ولا ما كيحقاش، واخا تعطيني 5000. لا لأنه هذا التصريح ديال الوزيرة. غير اسمح لي أنا واخا تعطيني 5000 درهم للشهر، واخا تعطيني حتى 5000 درهم للشهر، غنقول لك بأن المقاربة خاطئة 100%. اليوم دابا ايضا غادي يفرقوا 200 درهم، تيقولوا غنعطيو 200 درهم ديال الدخول المدرسي. طيب علاش انا غنعطي 200 ديال درهم ديال الدخول المدرسي؟ علاش غادي نعطيها؟ حيت الاب ديالي فقير، قبل كنت تعطيني الشكاره كلشي كلشي تعرف هذا فقير وهذا ماشي فقير. علاش؟ لماذا؟ وهذا الاب اللي بغيتي تعطيه 200 درهم بهذا، وفر له وفر دير مقاربه اخرى، ديال لي امتيازات مثلا، انني انا تنتمي لهاد الطبقه ما يمكنليش نخلص الانترنت بهذا الثمن، انه الضوها كيفاش. وحتى هاد الفكره ديال توزيع المال اليوم في المغرب بهاد الطريقه ماشي سليمه، حيت تدينا الاتكاليه، وحيت كلشي ماشي كلشي، بعض يقدر يحتال باش ياخذ هذيك 500 درهم وهذيك 200 درهم وهذيك 300 درهم وياخذ لا موفابور. فين غادي نوصلوا؟ غادي نديروا واحد جزء من هذا المجتمع تبني راسو على الاتكاليه وعلى انه تياخذ هاد الفلوس كذا، وغدا يمكن في كل عيد غادي تلقاه محتاج للمساعده وفي كل كذا. انا بلا ما نساو الكلفه الماليه على الميزانيه العامه. شوف هذيك الكلفه الماليه كانت ممكن تحول مناصب شغل، هذيك الكلفه الماليه كانت ممكن تحول الى تعليم جيد شعبي، تعليم شعبي في تيتساوى فيه المغاربه كاملين. اسيدي من انت، انا ما نخلصش على ولادي ليكول بريفي، ما نقريش ولادي ب 8000 درهم للشهر باش وانا غادي تنخمم لي وانا تنشد 8000 درهم تنقري ولدي 8000 درهم. كلشي المغاربه يقرا، واللي تيقرا كلشي المغاربه يقرا، والدوله المغربيه تتحمل مسؤوليتها في تعليم المتساوي والمتكافئ لكل المغاربه. ما يمكنش نبني دوله تنحتندو على الدوله الاجتماعيه وانا عندي جزء من المغاربه تيقراو في البريفي، تيقراو لي لونغ والرياضيات بالفرنسيه وكذا، وعندي جزء كبير من المغاربه تيقراو في الدوله في شروط تعليميه غير سليمه. كي لا نعطيها وصفا اخرا وغنجيبو تلميذ في الدوله تيقول لك جايبين 19 مزيان، ولكن هذاك اللي جايب 19 في الدوله مزيان جا هو الاولاني، شحال من واحد منه جايب معاهم 19؟ قليل جدا. وشحال منهم يدركون اللغات الاجنبيه؟ قليله جدا. وشحال منهم يدركون الرياضيات؟ قليل جدا. غنجيبو هاد التلميذ ونجيبو هاد التلميذ، وغنقدروا نلقاو تلاميذ في المدرسه العموميه مستواهم الادراكي اكبر واوسع من البريفي، ولكن هذاك ديال البريفي راه الاسره ديالو تتقول غيقرا هنا وغيمشي من بعد هذا ومن بعد غيوصل الباك، غادي ندير له ليكول بريفي الفلانيه ولا غنصيفطو لفرنسا ولا هادو، غيجيب ديبلوم من فرنسا ويجي المغرب ويخدم اطار على هذاك اللي باه ما قدرش يقير دراه في البريفي وخلاه في المدرسه العموميه. اذا ما كاينش مساواه في المغرب. هذا هي القيم اليسار، هي هذه اليسار شغوف بالمساواه. المساواة ما تتعنيش المساواة ما بين المرأة والراجل، تعني المساواة المجتمعية. فرص أيضا. في الفرص ديال الشغل، في فرص التطبيب، في فرص التشغيل، في فرص العيش، في الرفاه، في كل شيء. كاينين المغاربة عمرهم ما دخلوا السينما، كاينين المغاربة عمرهم ما شافوا المسرح، كاينين المغاربة اللي عمرهم ما دخلوا لا بيسين. هادو حوايج بساطين. وكاينين المغاربه ما تيقدروش يصيفطوا ولادهم حتى دور الشباب اللي اليوم كانت عندنا حنا تكوننا فيها وكلشي، ما تيقدروش يصيفطوا ولادهم دور الشباب لانهم ولاو تيخافوا المخيبات، ولاو تيخافوا، بمعنى انه ماشي غير حربناهم من الرافه، حتى زرعنا في قلبهم الخوف، حيت غادي يمشي يقدر ولدي يتعرض للاغتصاب والاستغلال كذا، يمشي يتعلم شي حاجه ماشي هي هذيك. عموما كاين واحد الثقل تيعيشو الانسان المغربي فيه خوارزميات معقده، بحال الخوارزميات ديال المواقع التواصل الاجتماعي، معقده صعيب عليه انه يفككها. ملي كنتكلموا حنا على هذه القيم اليسار، ونعتبر هذا السؤال الاخير، يعني هنا كيطرح لنا سؤال ديال واحد الحزب اللي هو الاتحاد الشراكي اللي هو حامل هذه القيم اليساريه. البعض كيقول بانه ذاب وبانه فقط يتعلق بالزمن الماضي وبالزمن الجميل، ما عندوش خلف، ما كاينش حضور. غير صحيح. داخل الاتحاد الشراكي للقوات الشعبيه كاين عشرات المئات من الاطر في كل القطاعات، وراه الناس متشبته بحزبها تتناضل داخله، وداخله داخل منظمات الموازيه وداخل الاطارات الموازيه لديه، سواء نقابيه جمعويه مهنيه وغير ذلك، مؤمنين بالقيم الاتحاديه والقيم التقدميه واليساريه كاينين، اساتذه التعليم العالي، مهندسين، اطباء، فرامليه، محامون وغير ذلك، زعما في كل الفئات. فين كاين الاشكاليه اليوم؟ اولا ماشي بزاف الماضي، الامجاد الماضي مهمه جدا،
ما يمكن ليناش نلغيوها، ولكن في نفس الوقت ما يمكن ليناش نبقاو متبتين بالاهداف ديالها. الاهداف ديالها انا لا انظر الى المستقبل بعين الماضي، انا ان نظرت الى الماضي فاش باش ناخذ منه الاجمل ما فيه، اجمل ما فيه من مبادئ وقيم وفعل باش نمشي للقدام. كيفاش غادي نمشي للقدام؟ اليوم في المنظومه الحزبيه كامله في البلاد كاين خلل. شنو هو هذا الانتماء؟ واش الانتماء عن طريق على على, على اساس مبدئي، ام الانتماء على اساس مصلحي؟ هل نربي المناضلين والمناضلات داخل الاحزاب على انهم هم فئات متطوعة لنقل المعرفة ولنقل القدرة على التغيير لباقي المواطنين الغير منضمين، أو لا نحن نربي المنتمي للأحزاب على مبدأ المواطنة الامتيازية؟ باش نفصل لك ما بين بجوج. الأول هو أن الأصل هو أني فاش ننتمي الحزب تنقول أنا أنتمي، عندي واحد الطاقة إيجابية، واحد الحماس، واحد القدرة على أنني نأطر المغاربة وندافع عليهم، لأن ماشي كلشي تقدر يدير هذه العملية. أنا سأتطوع إلى ذلك، سأسخر طاقتي النفسية والمعرفية والسلوكية والتربوية لأنقل، لأنقل ما عندي من أفكار ومن تربية ومن سلوك جيد وحسن للمحيط المجتمع ولا المحيط الذي أشتغل فيه، نقابتان، جمعيتان، درب، حي، زنقة، أسرة وغير ذلك. وهنا هذا هو العمل طبيعي اللي ستقوم به الاحزاب. طفل الامر المستوى الثاني اللي تحدثت عليه المواطنه الامتيازيه هو ان جعل من الانتماء الى الحزب هو آلية للترقي الاجتماعي والمالي والمادي. كيف ذلك؟ هو انه تنستغل هذا الحزب باش نولي رئيس مصلحه، رئيس مديريه، رئيس كذا، باش ناخذ مرشيات. ويعني كان هذا هو حق بين قوسين، حق الترقي الاجتماعي. لا غير اسمع لي، هذا حق انا بالنسبه لي ماشي حق. لا ماشي حق، حقاش المغاربه كلهم بحال كله، لكن من حق ان اتطلع لا في اطار القانون. طب لا ماشي ماشي لا بغي اسمع لك، ماشي الو ماشي الو لا في اطار القانون. كنتكلم على الكفاءه. واخلي نكمل لك حقاش من الفكره خاصها توصل مزيان. شنو المواطنه الامتيازيه؟ هو انني انا مواطن فوق العدم من داخل الحزب ديالي، غادي نترشح، غادي تكون غدا داخل وزاره معينه مناصب ديال تحمل المسؤوليه العليا. غادي نعطيك، انا نتحداك الزميل ديالي، غادي تشوف كل الناس المعينين في المناصب العليا اليوم ولا قبل ولا كذا، من غادي دير غير واحد تشيكين، واحد البحث، غتلقى بانه 90% 80% فيهم، سمح لي باش نكون شويه نسبيه، ولا 65% كاع باش ما نكثروش، كلهم تنتميو للاحزاب الاغلبيه. هي كانت احزاب اغلبيه. نعم. الاغلبيه كيف ما كانت هذه الاغلبيه، ما تنقولش هذه الاغلبيه، كيف ما كانت هذه الاغلبيه، بمعنى ان هذاك اللي تيكون منتمي لهذاك الحزب عنده بريفيليج، عنده واحد الامتياز على باقي المغاربه، اذا هذا عنده على باقي الاطر في الاداره الوطنيه، هذا عنده مواطنه امتيازيه لانه ينتمي الى هذا الحزب او غيره. وبالتالي علاش حنا الخطره تنبقى نشوف تنقول كيفاش زعما حنايا تناضلوا من اجل هاد الناس باش يرتاحوا ويكونوا مزيانين وتصحوا القوانين تكون جيده وكل شيء، تلقى الناس واحده اخرى ليست هنا نهائيا وتترقى بشكل سريع. ليست هنا نهائيا علاش؟ حيت العمل الحزبي فقد الشغف ديالو، فقد مفهوم التطوع، فقد مفهوم انه انا في خدمه هذاك المغربي وهذيك المغربيه. راه ماشي بالضروره نكون احسن منه، وماشي بالضروره نكون اقل منه، ولكن بالضروره يجب ان اخدم وفق المبادئ والاخلاق والقيم المتعارف عليها في المجال الحزبي كونيا، لانني اختاريت انني جزء من طاقتي، ما عنديش، يمكن ما يكونش عندي مال باش نساعد، ولكن عندي معرفه، عندي قدره على التاطير، على التكوين، على ايصال المعلومه الصحيحه، ويمكن نساعد بلادي من خلال هذا الامر. وهذا المفهوم ديال التطوع لا داخل المجال الحزبي ولا داخل المجال الجمعوي ولا النقابي فقدناه، لانه هذا النظام السوق والليبراليه المتوحشه والجري وراء الاستهلاك وغير ذلك، راسي وهذا راسي تجعلني انا في كثير من الاحيان تنسال كيفاش يمكن الغني ملياردير ولا اكثر من الملياردير يقدر يحمل قيم اليسار، او نقدر اقول لك انا تندافع حتى القيم الانسانيه ماشي ضروره اليسار، الانسانيه، اني تندافع على حق المواطنين في الشغل. طيب انت خويا راه عندك شركه، الناس ما مديكلاريهمش في لاش اساس،
اولا الناس ما تعطيهم ساعات العمل الاضافيه، اولا الناس تقول لهم تدير لهم ديفو ديكلاراسيون دو سالير صغير، هذه امور بسيطه. كيفاش مثلا انني تنجي انا كسياسي وتناخذ كلمه داخل، علاش المغاربه هما راه ماشي ساهلين، تيراقبوا تنجي داخل مجلس النواب ولا مجلس المستشار تنقول حق المغاربه في الكرامه وفي العيش الكريم والشغل وكذا، وهاد تيشوف فيه تيقول واحد فشي درب، هذا عنده واحد الفيرما مخدم فيها واحد 10 ديال البنات تيستغلهم، عندهم 40 درهم النهار وتيستغلهم جنسيا وما عندهمش لاسانيسات وما عندهمش كذا وكذا، هذا كذا 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 شي، هذا راه كتبوا عليه في واحد الجريده ما مخلصش الطون ديال لاسانيسات وكذا، وهادي راه المغاربه تيشوفوا، راه عندما المغاربه تيشوفوا بعض الصوره والسلوك والفعل مؤثرات اساسيه في الثقه، مؤثرات اساسيه في الثقه. النهار اللي غادي يوليو اللي غايشوف المغربي بان هذاك اللي تينتخب عليه باقي بحالو بحالو، ما مغيرش وضعيته، مغيرش مشيتو لسميت مشيت الحمام مشيت الغراب وبقى بحالو بحالو غادي بحال كاع المغاربه، وداكشي غادي يبداو يثقوا في السياسه. تيشوفك انت دير السياسه وسيله للترقي الاجتماعي والمالي والمادي، وتتمارس عليه هاد السلطه، تمارس عليه ديك السلطه المعنويه ديال الترقي الغير السليم. المغاربه قلت انا بغيتي نصوت عليك، انا صوتي يستسوى هذا الثمن او لا نقاطع ولا كذا، هذا الشيء كامل مسيء للفعل السياسي في بلادنا. داك الشيء علاش في هذه 25 سنه كامله زعما سمحتي لي، انا تنظن ان المغرب لم يكن محظوظا بشكل جيد، حيت ما الفعل حيت الفعل الحزبي في المغرب ما كانش عنده التاثير التأطيري والتكويني وكذا، وما كانش عنده التأثير في المنظومة القانونية والتشريعية في بلادنا بشكل المطلوب، وضيعنا وقت كبير، ضيعنا وقت كبير في مجموعة من الأمور. مثلا فين ضيعنا هذا الوقت؟ في التعليم، كل مرة تنديرو كل خمس سنين تنديرو برامج، كل وزير كيجي كل وزير تيجي تهز علينا كتافه وتيقول لي تيدير داك الشيء اللي بغا، معمر وما تيشوف داكشي اللي تيستمر. مثلا اليوم الوزير المراوي جا ولغى جزء كبير من العمل اللي داروا سي امزازي، جزء كبير، كليه القرب حيدهم، غادي ندير نظام بكالوريوس ما غاديش ندير نظام بكالوريوس، غندير اجازه التميز ما غاديش اجازه التميز، شنو وقع للطلبه الطب طلبه الطب وغير ذلك، كما لو ان بلادنا ما عندهاش اثر قانوني سابق وما عندهاش نظام مؤسساتي وهذا الشيء ما كان، هذا الشيء ما جاش في البرامج في البرنامج الحكومي ديال الحكومه الحاليه. هذا عنده افكار تيجي ينفذها، فاحنا حق التجارب كاين، بس حق التجارب ما كاين تبع. وقاس على ذلك عدد من القطاعات من غير التعليم، لا علاش على التعليم؟ مثلا في الصحه، واش شي حد جا عندنا قال لنا غادي نبيع السبيطارات ديال الصحه للتدبير الخاص؟ قالوا لنا غادي ندير بطاقه الصحه، المغاربه اللي عندهم بطاقه الصحه مشي يدوزوا فابور، ولات هذه القضيه ما كايناش، ولات خاص غادير الامو تضامن، خاصك تمشي تخلص لا كوتيزاسيون ديالك بونسيال وتمشي تدوز بالتعريفه المرجعيه وتسنى الفلوس يرجعوا لك. وقبلاش كان عندنا، بان المغاربه اللي فقراء تيمشيو عندهم ذاك لا غاميد تيدوزوا مجانا وصافي، والدوله تتخلص. بالتالي هناك شي حوايج غير مفهومه وغير معروفه. الاحزاب تتقعد تقول لك وحنا مع مشروع الحمايه الاجتماعيه وحنا مع الدعم الاجتماعي، باي ثمن؟ باي انخراط ديال 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 المواطن والمواطنه المغربيه؟ شحال الكلفه ديالو الاجتماعيه؟ واش السيده اللي السيد ولا السيده اللي ما مزوج ما والد ما والو، جالس في الدار بوحدو ما خدام ما ردام، تيبغي يتقيد في امو تضامن باش يقول لك انا غدا لا مرات تمشي مرض الله يستر لقى باش نداوى، ما عندوش حتى باش ياكل، وخصو يخلص 400 درهم ديال كذا، وخصو كذا. قبل كان تيدير لا غاميد، اليوم مجموعه من الفئات من المجتمع استفدت من هذا الشيء وما عندهاش الحق تستفد منه، حيت عندها مداخل كبيره انفورمال اني با غير مراقبه ماليا وغير ذلك. وبالتالي خصنا نعطيو المراقبه السياسات العموميه الحق ديالها، ماشي الحق ديال الحق في المراقبه يكون مبني على حكامه جيده. نعم. في المراقبه ماشي تنوجد سؤال وتنوجد جواب على السؤال موراه
ما عنده علاقه بجواب الوزير وانا غادي، وماشي حتى نعتبر بان المراقبه ديال السياسات العموميه مقتصر على ديك النهار ديال الاثنين في البرلمان ولا اجتماع اللجنه الا كان، وانا تنقول المراقبه السياسات العموميه تتكون مراقبه ايضا مجتمعيه بتقوي بتدعيم الجمعيات بتدعيم الاليات المراقبه النقابيه والعمل العمل القرب الاحزاب، ماشي العاد القرب واش تفرق القفاف ولا تفرق شكاير ولا دا، عمل القرب هو تاطير التكوين الترافع تاطير الاحتجاجات دعمها وكل شيء ماشي تخويف منها. هذا بالنسبه لي هما الاليات ديال المراقبه اللي المغرب دائما يتطور بها، المغرب دائما يتطور بها، ولكن هناك واحد الجبن معين، جبن مجتمعي معين في التأطير وفي التكوين اللي اليوم اصبح بحال هو القاعده. القاعده علاقتنا بهذا المواطن المغربي هو الانتخابات، وحتى طرح الاسئله الكبرى ما تنقدروش نطرحوا عليها، ما تقدروش نجيبوا عليها نجيبوا نديروا عليها اجوبه. جلاله الملك عندما تساءل اين الثروه، هل طرح هذا السؤال شي حزب؟ انا اعتبرت نقد ذاتي. تساءل جلاله الملك اين الثروه، ما كانش فيدباك عند الناس اللي هما مؤثرين في الحقل السياسي في المغرب. الحقل السياسي في المغرب هو انه حتى كاين مجموعه من الامور اللي وقع فيها نقاش مجتمعي. 17 مليار ديال المحروقات كان فيها نقاش مجتمعي ما عمر ما تجاوبت عليها، واش صحيحه واش كذوب واش كذا واش هادي واش هادي يعني وغير ذلك. ملفات ديال 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 بيع هاد المستشفيات ولا القطاع الخاص ما عمر شي حد ما وقف وقال هذا الشيء ما خصوش يدار، اجي نديروا مساءله اجي نناقشوا في المجتمع ندير جبهه وطنيه ضد هذا الامر. توسيع الوعاء ديال التعليم الخصوصي بشكل او باخر، وتصور معايا بانه اللوبي ديال التعليم الخصوصي قوي داخل البرلمان وحاضر بقوه ويخدم مصالح. الاساسي حاضر بقوه يخدم مصالح ومصلحه الانسان المغربي، الطفل المغربي والطفله المغربيه تقرا في التعليم العمومي ما كاينش اللي يدافع عليه. الاساتذه تيدافعوا على مطالب الترقيه ولا الاجره وداك الشيء من حقهم، هما تيدافعوا في اطار النقابه تدافع عليهم النقابات ما كاين مشكل. اللوبي ديال التعليم الخصوصي تيدافع على راساتو باش ياخذ وعاء كبير في المجال ديال التعليم في المغرب، ولا احد يدافع على الاساتذه اللي تيقراو في التعليم الخصوصي، حتى حد ما تيقرر لهم شنو واحد الاجنه الاجور ولا. دابا اليوم تيقول لك اجي تخدم استاذ ديال الفرنسيه ولا الرياضه تعطيك 3000 درهم ديال 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 السميك ديالاش ولا دون ديكلاري، وتخدم مع 12 8 السوايع وتمشي تجيب التلميذ وترافقه وداك الشيء ويجي الاب ديالو يمكن ينهار عليك وكلشي. والاوصال التلاميذ لا احد يدافع عليهم، لا التلاميذ ديال القطاع التعليم لا في التعليم الخاص ولا التلاميذ في التعليم المجاني العمومي، حتى حد ما تيدافع عليهم. لقاش التلاميذ في التعليم الخاص حتى هما تيعانيوا من 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 ضخامه سميتو مقررات وتكريسها وبرامجها وغير ذلك وتضخيم النقاط وغير ذلك. والدري تيبدا يقرا من 3 سنين تيوصل ل 18 عام تيلقى راسو راه قاري واحد المده ديال 15 سنه متواصله ما مرتاحش وغير ذلك. لا احد لا احد، احنا غير محظوظين في هاد 25 في هاد الفتره بالضبط لم نكن محظوظين على المستوى الحزبي. المستوى الحزبي في اطار المراقبه ما كانش عندنا معارضه قويه، لا فاش كان السي عبد الرحمن اليوسفي لا فاش جا دريشطو لا فاش جا العباس الفاسي لا فاش كان كاينه بنكيره لا العثمان، ما كايناش معارضه قويه تدير العمل ديالها ديال المراقبه وتقييم السياسات العموميه وتقديم بدائل واقتراحات بما يخدم ماذا الانسان المغربي. ما كانش كيبقى الانسان المغربي هو الضحيه من هذا الشيء كله. لا هو 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 في الصوره العامه راه تيبان تطور. علاش؟ لان المغاربه كلهم ولاو كونكتي في الانترنت وكلهم كلنا كونكتي في الانترنت، الناس تبان بانك تطور، ولكن التطور نحو ماذا؟ نحو تفسخ القيم المغربيه الحقيقيه، نحو استغلال الاطفال في وضعات اعاقه من اجل جلب الفلوس في وسائل التواصل الاجتماعي، استغلال النساء، استغلال الجسد، استغلال الاطفال بشكل عام، الشيوخ كذا 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 كذا. دابا حتى التفاهه راه التفاهه خصها تكون باش نرتاحوا شي شويه، ولكن ما تكونش مبنيه على الانسان، على داك الطفل ديالي وعلى امي على با على جدي على شي واحد على فئه العشاء على شي واحد تنمارس عندي عليه سلطه دينيه ولا ابويه ولا اخويه ولا سلطه تربيه ولا غير ذلك. راه كاين بزاف ديال الحوايج اللي غائبين على المراقبه التاطيريه والتكوينيه. الاصل في هذا الشيء
تيديروا الاحزاب ما تديروش الجمعيات. هذا هو الممكن ان نختموا به انه دور كبير على الاحزاب في الامل نحو التغيير. ايضا زميله حنان رحاب كنت معنا وانت عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الشرقي وايضا الكاتبه الوطنيه لمنظمه نساء الاتحاديات. هي هذيك ياك؟ هي هذيك صحيح. كنكونوا نهينا هذا اللقاء المشوق معك. شكرا جزيلا. شكرا مشاهدي الكرام. شكرا جزيلا والى اللقاء في حلقه مقبله بحول الله.